السلام عليكم بنات كديري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اللي من نهار جديد وفيديو جديد كالعاده. مرحبا بكم الاصدقاء ديالي القدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جداد ان شاء الله. مرحبا بكم الاصدقاء ديالي داخل المغرب وخارج المغرب، هذه حفظه كنقول لكم دائما. شكرا لكم على التعليق ديالكم وعلى اللايك ديالكم. اسمحوا لي شحال هذه مطليت عليكم اليوم. قلت نطلع عليكم ونسول فيكم كما كتسولوا فيا، وشكرا لكم الله يخطيكم. وما تنسونيش في التعليق وفي لايك كالعاده، شتكم شويه. ايوا مزيان اللي درتها، مرحبا بها، ماشي مشكل. اليوم جبت لكم الفصاله ديالكم، حيت وعدتكم انني غادي ندير لكم الفصاله ديالكم والقواعد ديالكم الكم اللي غادي، لان الكم بزاف ديال قاعده واحده، ولكن شحال تنهبطوا تنهبطوا من 16 15 14 12، فهمتوا؟ هذاك الشيء اللي غندير لكم دابا، هذه القاعده ديالكم اللي كنخدم معكم دائما، ديال الجلالب وديال القفاطن وديال العبايات بحال هكا، ديال لي غوب، ديال ماشي شي كم اللي هو صغير. هذا الشيء اللي كنهضر اليوم غندير لكم، سميتو غير في البابي فاش غادي نفصل لكم الكم. الا كان الا قدرت نفصلو في الطوب غادي نفصلو، ماشي مشكل. ونوري لكم القواعد كما كنقول لكم، لان قلت لكم اخر مره، قلت لكم مورا هذاك الفيديو ديال القفطان غندير معكم القواعد ديالكم، حيت غير وصلت وقورت لكم. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وشكرا لكم، وهانتوما معايا شوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وكثروا لي التعاليق وري لايك. وشكرا لكم، وهانتوما معايا وانا معكم. سمحوا لي اللي كنتعطل عليكم والله العظيم. بقاو مع الفيديو من الاول حتى الاخر، انا نبدا دابا الفيديو ان شاء الله. رجعت معكم البنات باش نوصل لكم اللي قلت لكم الكم غادي ندير الطول ديالو، الطول ديالو الاساسي هو 55 سنتيم. غادي نخليو هنا الفوق سنتيم ديال الخياطه اللي هو هذا، وغنديرو 55 لتحت هنايا. غنجيو لهاد التحت غندير واحد العطفه بحال هكا ديال 4 سنتيم تقريبا، ما تبقاوش تفوتوا 4 سنتيم، اقل من 4 سنتيم كتكون احسن، اكثر كتكون لا. كنديروا ليه فنيته بهذه الطريقه، كيجي ساهل بالنسبه للمبتدئات. هنا غادي نديروا 25 سنتيم اللي هي هذه، النيله عندنا في الكتف 40 وقسمناها وعطاونا 20، هذيك 20 كنزيدوا لها 5 سنتيم كتولي 25، هي باش كنهبطوا وكنعرفوا الصدر ديالنا. وهذاك ديك الهبطه هي باش هي اللي كنديروا دابا في هنايا باش نديروا. بالنسبه للقفاطان وجلاب، هذا قميص ديال الرنده، غادي غير نفصلو غادي يدار ليه الرنده. هنا غادي نهبط هذا فوق الكتف، وهنا غادي نهبط باش التركيز، غندير التركيز ديال 16 سنتيم باش غنهبط اللي هو هذا. غندير 16 هنا وغادي نرجع عاوتاني هنا غندير 16 اللي هي هادي، وغادي نحاول نسطر واحد السطر هنايا باش ندير زاويه قائمه، وغندير هاد اكس هنا، هذا ضروري ندير هاد اكس. ردوا معايا البر، غادي نجيب السطر حدو هاد 25 اللي كاينه هنا، ها نتوما من هنا غادي ندير هاد اكس من هنايا. انت الثوب طروات دي كيزهق، شفتوه؟ غندير نسطر عاوتاني هكا بحال كيما درت قبيله، كيما خليت هنا جوج غنخلي حتى هنا جوج باش يخرج ليا التركيز هو هذاك. واخا ما سطرتوش هنا مزيان، هنا غادي نحسبوا لكم ديالنا من هنا، لان هذا غادي يتحيد. هنا غنعبروا جوج سنتيم بحال هنا. دابا غادي نجي من هنا، غادي نبقى نمشي نيشان من هنا حتى نخرج هنا، غنقسمو على جوج. شحال عطانا هنا؟ عطانا تقريبا 16، غنديرو 8 سنتيم هنا، غنزلو سنتيم واحد هنا، عاوتاني غنديرو 8 سنتيم، غنطلعو بواحد هنا، غنزلو بواحد سنتيم وهنا غنطلعو بواحد سنتيم. وإلا جينا لهنا دائما تنقولها لكم، خص واحد 3 سنتيم اللي هي هادي، هادي إلا وصلتوها تمشي نيشان، ما خصكم باش ما يجي لكم بوانتي. لي جون بوانتي كتكون تيكون لكم الراس ديالكم بحال فيه واحد التبويقه. هنا كندخلو من تحت الباط من هنا حتى لهاد جوج سنتيم نيشان، وكنجيو لعند هاد واحد باش نزلنا اللي هو هذا. ومن هاد واحد دابا كنمشي لهاد الوسط لهنا، غير التوب كيتزلق ما نقدرش نسطر لكم عليه بحال هكا.
ومن هذا الوسط دابا كنمشي لهاد واحد اللي طلعت للفوق اللي هو هذا. ها نتوما ملي كتوصلوا دابا عند هاد واحد هو فاش كتمشيو لهنا بطريقه ماشي بالضبط 3 سنتيم، ولكن كتقربوا 3 سنتيم تتجيو تمشيو بطريقه دائريه بحال هكذا. غادي تشوفوني بالمقص كي غنقطعو. دابا هذا هو التركيز ديالنا، واخا ما كنظنش واش بان لكم مزيان. هاد العطفه اللي درنا هنايا هي هادي، العطفه هي هادي. غنشوف شحال عندي في المقاس ديال الكم ديالي ديال الفم الكم. المقاس ديال الفم الكم فيه 16 سنتيم زائد واحد هي 17 سنتيم. 16 هو هذا، وهاد واحد هو ديال الخياطه. وغادي نخرج من هنا من هاد 17 سنتيم، نخرج عند هاد 25 اللي عندي هنا. دابا هاد 25 فيها خياطه فيها كلشي، باش ما تلقاوش المشكل مع اللي بغا الا فصلتو دابا تقول له الدراع ديال اللبسه يا اما واسع يا اما مضيق. الا خدمتوه بديك القاعده راه كيجيكم هو هذاك. دابا هنا كما كتشوفوا انا غادي نقرب لكم باش تشوفوا. 25 ها هي، 25 هي هذه. الا جاب الله التخيط غيبقى لينا في 23 الا بالسرجي وبخياطه وكلشي. وهنايا كنقسموا على جوج، ها نتوما غادي نقرب لكم باش تشوفوا. هنايا عندنا فيه 38 غنديروا 19 اللي هي هذه، وغندخلوا هنا بواحد باش الا لبسنا لكم ما يبقاش مدلي لينا من الوسط. كنخرجوا هنا زيرو، ما تنديو من ديك 17 حتى شي حاجه هكذا. والفوق كنسطروا عاوتاني الفوق بحال هكا، كنمشيو عند ديك 25 اللي قلت لكم اللي هي هذه. دابا غادي نفصلو وغادي نخلي فهنايا سميتو هنايا خليت سنتيم ديال الخياطه فعند التركيز هنا غنخلي واحد شويه. عند هاد التركيز غنخلي واحد نص سنتيم تقريبا، غير نص غير في الدخله، ولكن هنا خص نمشي نيشان. هانتوما 3 سنتيم اللي قلت لكم ها هي، شفتوها كتجي دائريه من هنا. دابا مع الخميس فصلته، وانا دائما كنكبر الكم على سميتو على اللبسه. الكم ديال اللبسه ديالي هو هذا، كنخرج داك سنتيم ديال الخيطه ديال هنا وكنحطو على هذا باش تشوفوا كي جاكم هو هذا. دائما نخليوه دابا الا حطيتو بلا ما نجبدو راه كيجي هذا كبير صغير والكم كبير، غتكون زايده فيه 2 سنتيم. ولكن الا بغينا نخيطوه راه هذا مع كيتير غادي نجبدوه بحال هكا. ها نتوما هكا وهكا وهكا، وغادي يجي وبداك سنتيم الخياطه غادي يجيكم هو هذا. وهذا هو الكم ديالنا ديال اليوم اللي وعدتكم به. شكرا لكم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.